وزارة وسلطة المياه، وزارة المياه هي قامت بأخذ استثناء من دولة الرئيس للإعلان عن الوظائف التي لديها، وقد قامت بالإعلان وسمحت لكل متقدم أن يتقدم لديها. وللأمانة تم عمل امتحان للمتقدمين بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، حيث تم فرض الأسماء الناجحين وإرسالهم للمقابلة. حقيقة أنه كان الأولى والأجدر فعلا أن يعودوا إلى مخزون ديوان الخدمة المدنية لأنه يتوفر، لكن الوزارة والسلطة رأت أن تفتح المجال أكثر للتنافس والتقدم للسلطة مباشرة، وعمل امتحان تنافسي لكل من تقدم إليها. يعني هنالك مشاكل من 3000 شاغر لوزارة الصحة سيتم تعبئتها من هون إلى قبل نهاية العام الحالي، وهنالك مشاكل من 2000 شاغر لدوائر أخرى ثانية مختلفة سيتم الترشيح عليها من خلال طلب هذه الدوائر من مخزون ديوان الخدمة المدني. يعني هذه من التخصصات الراكدة والتي تطلب لوزارات محددة أو لوزارة محددة وليس بسيطة جدا، وهناك أعداد كبيرة من هذه التخصصات، وبالتالي حتى يتحرك هذا الدور يحتاج إلى فترات طويلة حتى يتحرك ويأتي الدور المعين. لكن أنا أريد عبر محطة الحقيقة الفضائية أقول أنه لم تعد الوظيفة الحكومية هي الفرصة الوحيدة لطالب التوظيف. الخريجين سنويا من 35 إلى 40 ألف متخرج بين جامعي ودبلوم، لا يمكن لأي دولة أن توظف هذا العدد في سنة واحدة. إذا كانت الدولة تستطيع أن توظف 5000 إلى 10000 في السنة، هناك حوالي 25 أو 30 ألف آخرين سيصفوا على الدور. ولذلك أريد بالجميع أن يبحث عن فرص، وخاصة في القطاع الخاص في العمل الحر، لأنه ما عادت الوظيفة الحكومية هي الفرصة الوحيدة للتوظيف.